كثير من الناس أو بعض الناس في هذا الوقت توسعوا في هذا الأمر حتى احتجروا الأماكن في المساجد وتوسعوا في الأثاث والأطعمة وما يرى، وصار في نفوسهم شيء من الاغترار وغمط من يدنو منهم، مما يقلل الانتفاع من الاعتكاف أو يكون من الإساءة في المسجد وإلى غيرهم. وهذه الأمور ينبغي الحذر منها حتى يستكمل المسلم حظه من الاعتكاف من حيث إصابة السنة، وحظه من منافع الاعتكاف وفوائده التي تعود عليه في نهاية الأمر، حتى يكون أسوة حسنة لغيره ولا يصير من المتجبرين والمغرورين الذين يخالطهم شيء من الكبر والعجب والإدلاء على الله تعالى بأعمالهم والإساءة لمن جاورهم. فإن الإساءة إلى الجار خصوصا في المسجد من أصعب الأمور ومن أكثر شيء توجب السيئات، فيعلم هذا ويكون الإنسان رتب أموره قبل دخول رمضان أو بعد الدخول في أول الأمر حتى يكون على أهبة الاستعداد ويوقع اعتكافه على أحسن الوجوه المستطاعة موافقة للشرع، ولا يكون قدوة سوء ولا يؤذي في المسجد. إن الله تعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا عام، فكيف إذا كان في المساجد وفي الأزمنة الفاضلة في حال اعتكاف؟ الذين يؤمون المساجد هم الذين اختارهم الله عز وجل لفضله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.